ويا مساء الخير وحياكم الله. تبدأ جولتنا الآن ما شاء الله من حي الرصيف نشاهد دوري الأحياء. ما شاء الله شوف الجول الآن وبلمتي. طبعا ما أفهم في المباراة لكن أحب أعلق الآن. ما هو بلنتي، فاول، وهذا حائط صد، ونشوف الجول. أنا وحظي بسم الله. شوف يا في القائمة ما شاء الله. ها وتعود الكرة وتخرج برا. فوتنا الصلاة في الحرم ونحن ما نشجع، لكن حبينا نشارككم هذه الجولة الرياضية. احنا الان في طريق ام القرى باتجاه الحرم المكي الشريف، واكيد في ازدحام الان قبل صلاة المغرب. دائما يكون الازدحام في هذا الشارع. وشوفوا الاجواء الجميلة، هذا المساء الجميل ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله هذه إطلالة جميلة على الحرم. طبعا في مخرج الآن على شارع المنصور، راح نواصل في طريق أم القرى. ودخلنا الآن منطقة الحفاير، وراح نخرج معاكم على حي التيسير. يا ما شاء الله على هذه الأجواء الجميلة، نشاهد ضيوف الرحمن متجهين إلى الحرم. خلاص تقريبا باقي ساعة على أو أقل من ساعة على أذان المغرب. خلاص هذه الفنادق الموجودة في الحفاير. قبل الصلوات المفروض ما تمر من الشوارع القريبة للحرم، دائما يكون في ازدحام. الآن راح ناخذ يسار باتجاه حي التيسير. شوفوا باقي مسافة بسيطة للحرم. نخرج الآن على حي التيسير. نشوف الفنادق على اليسار، فندق سفير المسك، وكل هذه الفنادق قريبة للحرم. المشي تقريبا، هذا فندق أركان التيسير، المشي تقريبا راح ياخذ منك ربع ساعة إلى 20 دقيقة.
شوفوا اخواننا من المغرب من الجزائر في هذا المكان، فندق ابراج التيسير من الفنادق الجميلة والنظيفة في هذه في هذا الحي، وفندق اسمه الصفا. طبعا هذه مواقف القشلة، على اليسار مواقف القشلة، شوفوا يظهر معنا الآن فندق أبراج الكسوة. هذا فندق أبراج البو، راح ناخذ الدائري ونرجع. هذا فندق أبراج البو كذلك قريب للحرم. شوفوا أمامنا الآن أبراج الكسوة، وما شاء الله نشاهد أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن أمام هذا الفندق. وراح نخرج الآن على جرول، ما شاء الله شوفوا شوفوا ضيوف الرحمن. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، خلاص من هذا المكان تشوف الحرم، وتقريبا باقي مسافة 10 دقائق إلى ساحة الحرم. راح ناخذ يسار باتجاه جرول، ما شاء الله نشاهد أعداد كبيرة قادمة إلى الحرم. طبعا حافلة رقم 12 تنقلك من هذه المحطة إلى مسجد التنعيم. راح ناخذ يمين باتجاه ما ادري ايش يقولون. طبعا هذه اسواق جرول القديمة، خلاص راح يتم ازالتها. وراح نخرج من جرول على العتيبية. فندق اليسر رويال، طبعا نخرج الآن من جرول إلى
إلى العتيبية. فندق دار الأمان. وهذا فندق نوازي الفتح. دخلنا الآن سوق العتيبية. شوفوا خلاص هذا سوق العتيبية، ونخرج على الحجون ومقبرة المعلاة. طبعا اخذنا جولة سريعة في شوارع مكة ابتداء من طريق ام القرى، وان شاء الله ننهي هذه الجولة في حي العتيبية او الحجون. خلاص ندخل الآن مقبرة، لا ما هو يعني نمر من أمام مقبرة المعلاة على اليمين وعلى اليسار مقبرة المعلاة. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، اللهم اغفر لنا ولكم وتجاوز عنا وعنكم. ويرحم المستقدمين منا والمستأخرين. شوف الزوار أمام سور المقبرة. وإلى هنا تكون نهاية جولتنا لهذا اليوم، أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم. نعدكم بتغطيات أفضل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.